ما حكم من يصوم شهر رمضان وهو لا يصلي؟ صيامه صحيح لكنه غير مقبول، وكلمة صيامه صحيح يعني لا يحاسب عليه يوم القيامة، لا يأتي ويقال له يوم القيامة لقد أفطرت رمضان بدون عذر عامدا متعمدا، لأنه سيقول صمت يا رب. لكن هل هذا الصيام سيقبل عند الله؟ هل هذا الصيام يقبل عند الله وهو يكذب أو وهو يسرق أو وهو يرتشي أو هو يرتكب المعاصي؟ الصيام صحيح، لكن الذي لا يصلي يرتكب جريمة كبرى وبلية عظمى سيحاسب عليها تمنع من قبول أعماله. فكل عمل لابن آدم له وجهان، وجه تسقط به الفريضة ووجه آخر يثاب عليه، وحينئذ هذا لا يثاب على صيامه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. مسألة الصحة مسألة، ولكن مسألة الثواب والأجر والقبول مسألة أخرى. وهذا مثل شخص اغتصب زجاجة ماء، اغتصاب أو سرق، وتوضأ بها حتى يصلي، وضوءه صحيح وصلاته صحيحة، إلا أنه مطالب بأن يرد قيمة أو مثل ما سرقه مع الاستغفار، فإذا لم يفعل فهو ظالم وآثم وسيحاسب وصلاته غير مقبولة لكنها سقطت عنه. هل يعيدها؟ لا يعيدها، لكنها غير مقبولة. هناك فارق بين القبول والثواب وبين الصحة. فوضوء الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة بوضوء مغصوب، كل ذلك يسقط ولكنه لا يثاب عليه ويؤاخذ به يوم القيامة، ويطالب به في الدنيا أن يرد إلى كل ذي حق حقه.